الصراحه القضيه ديال الطفل عدنان كانت مأساه لينا حنا كاملين، كاملين المغاربه تصدمنا. وصراحه اش غادي نقول لكم، حسن عوان والديه، يعني انا كشخص يعني حسيت بداك الطفل بحال ولدي بحال خويا بحال كذا، يعني ما عرفتش كيفاش غادي يكونوا الظروف ديال والديهم في هذه اللحظه هذه. واش غادي نقول لك، يا ربي تصبر، تصبر والديه وتصبرنا كاملين عليه، والله يدير لي فيها الخير ان شاء الله. بخصوص جريمه القتل اللي تعرض لها الطفل عدنان، مبدئيا نحن ندين التصرف جملة وتفصيلا، ونمجي سوى هذا الذي وقع له، يعني ونرزق أهله، ونطلب من الله عز وجل أن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن يرحمه الله في فسيح جناته. ولكن هذه الجريمة يعني أثارت زوبعة في الرأي العام ونقاشا بخصوص طبيعة الفعل الجرمي والعقوبة التي تناسب هذا الفعل الجرمي. وهنا طفت إلى السطح، يعني عقوبة الإعدام كما تابعتم في الرأي العام، رأي يقول على أنه يجب تطبيق عقوبة الإعدام، وهو هذه الجريمة يعني أعلنت بشكل صريح على أنه لا رجوع إلا من أجل تطبيق عقوبة الإعدام، ولا خيار آخر إلا تطبيق عقوبة الإعدام. واتجاه آخر يقول على أنه هو بين قوسين، الذي هو الجانب الذي يدعي حقوق الإنسان أنه لا يجب حرمان شخص من حق في الحياة بعلة أنه ارتكب جرما معينا، ومن ثم ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام، وأن هذه الجريمة لا تبرر تنفيذ عقوبة الإعدام أو النطق بعقوبة الإعدام. نستنكر هذا الفعل الإجرامي اللي قام به ذاك الشخص، نورمالمون ماشي من التقاليد ديالنا المغربية والإسلامية، نستنكره بشدة. هذا الشيء ما بغيناش يكون في البلاد ديالنا، وتنتمناو أنها ما تكررش مرة أخرى، أن القضاء المغربي يأخذ مجرى الحقيقي في هذه القضيات. احنا نطلب انه بعض بعض الجرائم الشنيعه والتي نمجسها ويمجسها المجتمع عامه، بحال القتل والاغتصاب مع سبق الاسر والترصد، الاغتصاب والتشويه الجثه والقتل كذلك، وما وقع للاخت حياه في الواقعه السابقه وهذا الواقع عدنان، بحال الجرائم يجب ان يكون فيها الاعدام وينفذ فيها عقوبه الاعدام. ولان في قول الله عز وجل عبره، لانه عندما حدد عقوبه القصاص فهو لم يقول من عبث عز وجل، فحاشاه ان يقول شيئا هو لا يعي ما يقول، هو يعي ما يقول، هو اصدق القائلين. لذلك يجب يعني للمشرع المغربي وكذلك السلطه التنفيذيه ان يضربوا بيد من حديد وياخذوا الامور ويرجعوا الامور الى نصابها، وينفذون عقوبه الاعدام بشكل لا رجعه فيه في حدود الجرائم التي تحدثنا عنها. جريمة القتل ديال الاغتصاب بالنسبة للطفل عدنان الله يرحمه في هذا النهار، هذه أول حاجة بعدا، والله يرحم الجد ديالو اللي هي ولينا بجوج أرواح بالنسبة للطفل والجد بصدمة قلبية. دابا المشكل اللي كنشوفو، شنو درتو مع هذا المجرم؟ شنو درتو مع هذا المجرم؟ واش هذا المجرم اللي داير هادشي كامل؟ وحنايا أصلا الدولة ديالنا كتمر من واحد بزاف ديال المشاكل، وغتزيدونا تنشوفوا من المشاكل ديالكم، اللي هو دابا حنا عندنا اغتصاب، دابا داك الطفل اللي غتغتصبوا اللي تغتصب، واش ما عرفناش علاش غادي تغتصب؟ فين هو داك اللي اغتصبوا؟ شنو درتوا معاه؟ ورونونا. حنا بالنسبه لنا خاصنا نعرفوا شنو وقع عليه، انتوما سديتوا صورتوا عليه ما عرفناش حنا شنو وقع عليه بالضبط. لا راه خاصكم ديروا شي حاجه قدام لا بيبليك باش نعرفوا شنو كاين، واش تعدم واش تحكم وشنو عنده. بالنسبه لي انا هذاك عدنان كنشوفو خويا، نقدر نشوفو ولدي. هذاك الشيخ ولا غادي وكيتزاد بزاف في البلاد، خاص جمعيات، خاص الدوله تدخل في هذه القضيه هذه، خاص بزاف ديال الحوايج. تقدر يبالي مسكين ما دار حتى شي ذنب ولا شي تعاقب على ديك الجريمه اللي دار له ذاك السيد، الله يصبر والدي وصافي. هادشي اللي بغيت نقول، القضاء اللي غايدير كل الكلمه ديالو، انا بنظري ذاك السيد خصو شي عقوبه تكون قاسيه، ما نقدرش نقول لك اعدام ولا شي حاجه، ولكن شوف القضاء اش غايقول. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.